تكوين 26. وكان في الأرض جوع غير الجوع الأولاني اللي كان في أيام إبراهيم، فراح إسحاق لأبي مالك ملك الفلسطينيين لجرار، وظهر له رب وقال ما تنزلش لمصر، اسكن في الأرض اللي أقولك عليها، اتغرب في الأرض دي فابقى معاك وأباركك، لأني ليك وللخلفة بتاعتك أدي كل البلاد دي، وأوفي بالحلفان اللي حلفت بيه لإبراهيم أبوك، وأكتر خلفتك زي نجوم السماء، وأدي خلفتك كل البلاد دي، وتبارك في خلفتك كل أمم الأرض، عشان خاطر إن إبراهيم سمع كلامي وحافظ على اللي مفروض يتحافظ عليه بخصوصي الأوامر والفرائض والشرائع بتاعتي. فسكن إسحاق في جرار، وسألوا أهل المكان عن مراته، فقال هي أختي، لأنه خاف إن يقول مراتي، يمكن أهل المكان يقتلوني عشان خاطر رفقة، لأنها كانت منظرها حلو. وحصل لما طولت له الأيام هناك إن أبي مالك ملك الفلسطينيين بص من الفتحة وشاف وفينه إسحاق بيلاعب رفقة مراته، فنادى أبي مالك إسحاق وقال لكن هي مراتك، يبقى إزاي قلت هي أختي؟ فقال له إسحاق لأني قلت يمكن أموت بسببها. فقال أبي مالك إيه ده اللي عملته فينا؟ لولا شوية كان نام حد من الشعب مع مراتك فجلبت علينا خطية. فوصى أبي مالك كل الشعب اللي يلمس الراجل ده او مراته موت يموت. وزرع اسحاق في الارض دي فجاف السنة دي 100 ضعف وباركوا الرب، فعلي شان الراجل وكان بيزيد في العظمة لحد ما بقى عظيم جدا، فكان له مواشي من الغنم ومواشي من البقر وعبيد كتار، فحسدوا الفلسطينيين، وكل الابار اللي حفرها عبيد ابوه في ايام ابراهيم ابوه ردمها الفلسطينيين وملوها تراب. وقال ابي مالك لاسحاق روح من عندنا لانك بقيت اجمد مننا قوي. فراح اسحاق من هناك ونزل في وادي جرار وسكن هناك. فرجع اسحاق ونبش ابار المية اللي حفروها في ايام ابراهيم ابوه وردمها الفلسطينيين بعد موت ابوه، وسماها باسماء زي الاسماء اللي سماها بيها ابوه. وحفر عبيد اسحاق في الوادي فلقوا هناك بير مية عايشة، فخاصم الرعاة بتوع جرار الرعاة بتوع اسحاق وقالوا لينا المية، فسموا اسم البير عسق لانهم اتخانقوا معاه. بعدين حفروا بير تاني واتخصموا عليه كمان فسموا اسمه سطنة. بعدين نقل من هناك وحفر بير تاني وما اتخصموش عليه فسمى اسمه رحبوت، وقال ان دلوقتي وسع لنا الرب وادانا ثمر في الارض. بعدين طلع من هناك لبير 7، فظهر له الرب في الليلة دي وقال انا اله ابراهيم ابوك، ما تخافش لاني معاك وحبركك واكتر خلفتك عشان خاطر ابراهيم عبدي. فبنى هناك مذبح ونادى باسم الرب ونصب هناك الخيمة بتاعته وحفر هناك عبيد اسحاق بير. ورحلوا من جرار ابي مالك واحزات من اصحابه وفي كل رئيس جيشه، فقال لهم اسحاق مالكم جتولي وانتوا كرهتوني وصرفتوني من عندكم؟ فقالوا احنا شفنا ان الرب كان معاك فقلنا يكون بيننا حلفان بيننا وبينك ونقطع معاك عهد انك ما تعملش فينا شر زي ما احنا ملمسناكش وزي ما احنا ما عملناش معاك الا خير وصرفناك بسلام، انت دلوقتي مبارك الرب. فعمل لهم ضيافة فاكلوا وشربوا، بعدين قاموا تاني يوم بدري وحلفوا لبعض وصرفهم اسحاق فراحوا من عنده بسلام. وحصل في اليوم ده ان العبيد بتوع اسحاق جم وبلغوه عن البير اللي حفروها وقالوا له لقينا مية، فسماها شبعة، عشان كده اسم المدينة بير 7 لحد اليوم ده. ولما كان عيسو ابن 40 سنة خد زوجة يهودات بنت بيري الحسي وبسمة بنت ايلون الحسي، فكانوا مرارة نفس لاسحاق ورفقه.